السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هدية سيارة 206، أخونا جاء من الجزائر، ركبنا لها موتور. ها تشوفوا ما شاء الله خدم، هنشوفوا ما شاء الله، شوفوا فيه ما شاء الله. وجاء ما شاء الله، هو والله مسكين جاء طول حطها ومشى قعد في الوتيل لين عيطنا له احنا بالجاه. قلنا له راهي حاضره، لا دور علينا اش عملنا، لا يدري علينا اش ركبنا، لا حد شيء. شنو رايك في الخدمه زمان؟ والله يا عم اختار وش راح نقول لك؟ انا كي هدرت معك برك عاد مختار ارتحت لك الحمد لله. قلت نحط لك الكرهبه عندي من الجهه انت، جيت عندي نلقى الموتور مريقل، البواط مريقله، كل شيء مريقل، الانستالاسيون على شعره، كل خيط في بلاصته، كل بياسه في بلاصتها، والله ما شاء الله الحمد لله. شوف الحمد لله، اشوفك اشوفك كيش تبعنا هال وكل الخيوط غلفهم هيكل كله، شوف فيهم كيش منظمين، كل الانستالاسيون منظمه، خيوط منظمين في مكانهم كانها يعني كيما خرجها من الدار جديده، ما فيهاش حتى يعني الحمد لله كل شيء. وهو بيدو نظفنا له السيركوي نتاع الماء، لان كان عنده الموتور الاول البلوك مسوس، نظفنا له السيركوي نتاع الماء، وعنده راديتير جديد، وصبينا له كل شيء جديد والحمد لله. وشوف الماء مريقل، زيتها مريقل، السي سي مريقل، الموتور يعني الحمد لله لا باس كله ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله يا يعني. اخويا ان شاء الله مبروك عليك، ان شاء الله توصل، ان شاء الله توصل بالسلامة. عيش وهيك اللي يودي طلع فينا هذا الحمد لله، يا الله رجلنا هيك الحمد لله، بارك الله فيك. عيش سيدي، ان شاء الله ربي يجيبك الصواب. عيش كعم مختار، ربي يسترك عمك، عيش يرحم والديك. عيش السلام عليكم. هذايا موتور 206، جانا اخونا من الجزائر، هذايا جانا من الجزائر، ركبنا له موتور. ها شوفوا ما شاء الله 206 مشهور ما شاء الله يعني. ها شوفوا فيه ما شاء الله، هذا بلف التبخير، هذه تو مروحه خدمه حراره ممتازه، تو ما زلنا يعني نجربوا فيه، ما زلنا ما كملناش يعني نجربوا فيه باش نطمنوا عليه قبل ما يروح بيها الجزائر ان شاء الله. مبروك عليه. ها نشوف فيه ما شاء الله، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.